السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طعام أبيض تقرتي، والله بنت عراس بعد أكدوه قبل ما نقول لكم حاجة أخرى. يلا يلا شوفوا، ها كلش طيب مليح. يلا أكدوه، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شوفوه بيض يشعل هايل. طعام تقرتي ما كانش كيفه الأبيض، احنا نعيطوا له هذا الأبيض. نبغي نفهمكم في الفيديو كيفاش داير الابيض، علاه نعيطوا له الابيض. الوغ هذه شهيتكم في الجنه وخلاص. هاو اللحم والدجاج وخضر، كامله الخضر هنا صحي، ما كانش كيف على كيف كيف وجا. المهم نتقابلوا في البريباراسيون، كيفاش ندير الطعام وكيفاش ندير الخضر هادو في المرقه وهكذا. يلا احبتي كثروا لي جنبك، تفرجوا لا فيديو كثروا لي جام. ما نفضلكم وبارك الله فيكم ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي. يلا قربوا لينا، يلا هيا. من بعد عندنا المقادير تاعنا احبتي صديقاتي العزيزات. عندي لحم وعندي دجاج. هلا على خاطر حنا هذا باش نديرو كي شكل طعام تاع العراس. فوالا العراس التقرتيه حنا نقولو الابيض. واش هو الابيض؟ حنا عندنا البندراق وعندنا البطراف لو بوغ بيي، وعندنا السلق كيما نقول انا خضوره. نقولو لهم هذوك بطراف وبندراق، وهذا كي يجي باش نديرو زعما ما نديروش هذاك، خاطر هذاك لو بلا تاعنا المعتمد عليه في كل المناسبات وناكلوه كل يوم. نعم ناسنا ياكلوه، كان ماكلوش الصباح ياكلوه العشيه يعني في الليل. يعني لو بلا هذاك لازم لو كسكس كاين في النهار، غير الجينيراسيون هذه تاع البيتزا وتاع الاخر هاي مازال وهكا كتعلمت تاكل في البطراف والبندراق والحوايج هذوما القدم. قلت لكم نعاونوه بالدجاج، يكون اللحم غير شويه يعني باكزومبل غير شويه. لا نعاونوه بالدجاج باسكو اللحم غالي والدجاج شويه رخيص، نعاونوه ويعطينا بنه زي يعني مليح. هو مارغري كوب الطوماطيش، يعني انا بالطوماطيش نديروه بمرقه حمراء. نقولوا له الطعام الابيض، نقول حنايا نعم نقولوا الابيض هكا، هاد المرقه الحمراء نقولها الابيض. نعرفوه انتوما يا ناس التل اللي مزوجات هنايا، كي يقول لكم رايحين نديروا الابيض نصبر لهم بالمرقه هذه، يعني طعام حمر في التل يقولوا طعام حمر مرقه حمراء، وحنا نقولوا ابيض هكا بعد جدودنا هكا يقولوا. حنا رحنا فيها نقولوش مرقه بيض مرقه حمراء والو، نقولوا الابيض. الابيض نتاعنا يشهي. الوغ عندي البصل رابيتو، هاوليك بصله كبيره بعد رابيتها، درت لها اللحم والدجاج كما كتشوفوا، درت لها الحمص امام طون، يعني درت لها الحمص ني ماهوش طايب، درت لها مغرف طوماطيش هياك مصبره، ندير لها الزيت هذا الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يبغي الزيت على خاطر مرقه حمراء تجي ملبيه وتجي بنينه كيما طعام العراس. عراس تقرتي هكا ديروا الابيض ديروا على كيف كيفو. لفاح هذا راس الحانوت ما ينحيهش الطبيب، هذايا لازمنا حنا نعقروه وحدنا ونقوه ونديروا التابل التوابل يعني معروفين بالتابل صديق التوغورتي. لفاح التوغورتي معروف. الو عندي شويه فلفله ليا، لا فلفله مدقوقه حمراء، عندي فلفل لكهن وعندي شويه كركم بتجي البركه بنينه وصحيه. الو نديروا الملح، الملح ما تكتروش يجي مسوس وما يجيش مالح. هنايا كي نقلي البرمه تاعي نخليها تقلي تقلى خليها تقلى بيان، هاي طلقت ماها خاطر البصله هذيك مربيه يعني الماء مطلوق بعد فيه، خليه تقلى مليح يدخلو في الحوايج هذوك و لي زيبيس التوابل هذوك. الوغ نمرق بعد ما خليها تتقلى مليح، بصح ماشي طماطا حبيبه. عندي عواد قرفه نزيدهم على خاطر يجيو بنان، قرفة مليحة صحية تاني. هذا هو
عندي سنين الثوم، لكن نديرهم ديما المرقه الحمراء نديروا لها الثوم تجي بنينه وما تبانش ماهوش ياسر. هذه اللمسه تاعي هايله اللي امي ربي يرحمها، ان حتى في الابيض نقولوا احنا في المرقه هذه الحمراء تاع الطعام تاع النعناع تاع الطعام يبننها الثوم، الثوم يجي وماهوش يبان في الاخر. ثم جربوا هذه الطريقه نتاع ينا وتشوفوا البنه كيف دايره. وكان مساء يعني نقولوا نتاع ينا يا اما ندير لها تمره باش يولي داك ما تعودش القروسي ياسر في داك الاخر، ولا ندير لها مغرف سكر. انا ندير لها مغرف سكر. عندي هنايا عندي الكابويا، هنا كابويا هذه نقول لها الكابويا هذه، وعندي لارانجيه ذاك، وعندي الجريوات اجريوهات، وعندي البطاطا والسناريه والخردل. نقولوا هذا الخردل لفت كما نقولوا، ماهوش لفت هذا لفت مدور، هذا هو. الو هذو الثلاثه نحطهم دركا كي نمرق المره الاولى، نمرق البرماتاس هذا الفوق، وندير هذا الخضر خاطر هادو السيف ما يطيبوا، سيتو هذا وهذا السيف ما يطيبوا، خليهم يعني نص طياب اللوح هادو، نص طياب لهذا والدجاجة وفي ساعة يطيب لازم نحيه. لكن نوريكم كيفاش نخليهم بيان بيان كوم يكو، تشوفوا فيها بعد حمرا يا حبيب. نزيد هذاك السكر كي نديرو درك ندير مغرف في ساعة طيب اللحم، مغرف السكر هذي كتنحل قروسيا تاع الطوماطيش، وفي ساعة طيب اللحم على خاطر السكر ياكل اللحم حتى في بعد الشرف المرض يا اخي. تشوفوا العباد اللي مرضى بالسكر لحمهم طايب ولا شكاك، يعني ماهوش المهم في ساعة طيب وخلاص. عافانا وعافاكم الله يا حبيبة، امسكي لها واش حالك. هنا عندي النعمة، نعمة رقيقة لازم يعني بغيت تودي المتوسطة، أنا درت الفا ألوغ نديرو قطرة زيت كيما هما فيه. هادي هي المعتمدة، هاد الوصفة نتاع ينا معتمدة نتاع ينا، فوالا ندير لها قطرة زيت غير شوية ها عبان هكا، ندير لها قطره ماء، قطره تقطر في الماء الاخضر ان دو تروا هكا. ندخلوا داك الماء وداك الزيت في الطعام، ومن بعد نحطوه في الكسكاس هذا مكا ساهل ماهل اللي من يكذب. الله انا دوك راني نصب على 11:15 درك ماشي 12:30 تغدو بحول الله. الكوكوطة كاينه وكل ما نعجزش انا من كبيره هنا نورق في الفيسبوك اليوم فلست، عندي دوك لي كومونتير نرد عليهم خدمه ماشي كاكا برك، عندي في اليوتيوب وعندي في الفيسبوك لازم نرد على حبيباتي وصديقاتي واصدقائي. الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، ان شاء الله راكم تشجعوا فيا منين قبلتوا تربحوا. راني قاعده في الدار روتريتي، انا كي كنت نخدم راني ما نديرش هاد الحوايج، ودركا روتريتي كبير على روحي هاني نونس في روحي. راكم تعاونوا فيا بارك الله وفيكم القريب والبعيد، ودركا موسم تاع العراس ردوا بالكم كاين كي تعود فاميليا هاكو تروحوا تعرفوا بعضاكم باللي ما كان لا مرض لا والو هاكو تروحوا. اما البرانيه ما عندهم واش يديروا في عند العراس الاخر، لازم يقروا الحساب ماشي دزني ندزك. هما اصلا هذوك مال العرس بالك ماشي كيما عادي عرس عادي دبر راسه. يلا هذوك نديرها في الكسكاس خليه يفور.
انا قلت لكم خذوا الحذر وربي يصلح ان شاء الله للدراري، وهاكو ان شاء الله نهار يعود ما كانش المرض يروح هذاك، روحوا باركوا دور كادو مليح برك، تهادوا تحبوا ايه كادو مليح ينور الوجه وروحوا، خاطر ذاك العروسه فرحانه وتطلب لكم ربي، وذاك العريس ثاني ايه مسكين معرس ذاك هو ليله عمره يلا. ايوه سلام تكلمت لحد قدره ارتاح ثلاث ثوم ولا هاي الثوم هاي تا رجليش لين هم مرحين او مسخون مرحين لين انا مرحين نمر الجباع هكا اللوح والبطاطا والسنارية والخردل لنظي كاروت بطاط يعني فوم دو تيغ اي نظي هيا كديك اللي ديك اللي نمشي نكفى الجابونيين نتاع كف ولا نتاع واش حالكم واش حالكم وين جيتوا ها شوفوني انا راني معلقه راني معلقه واش بحثوا واش حالكم ما تنسوش ديروا لايك للمخوليه يا اخي انا قدرت البطاطا ولفت يا حبيبه يا اللي طولتي الغيبه ايه ياب ايوه انا درت طعمي فور ونغلق على الكتكوت الكتكوت يا فطوم لا مشاو الكوكوطات جدد قولها فطوم خليت الكتكوت فوق النار فطوم انا خليت الكتكوت وقيلا ما اي ماشي تصفى كتكوت بعد فطوم الكتكوت ما الكتكوت ما ظني ماشي صفر نمشي نسمع فيها هي في حصره دا في الجيران راهي عند جيرانهم تحوس الكوكوت لاني باش تقول لها بسم مبروك عليك الكوكوت والله ما قالت لها قلت لها خاطر قالت لها ذاك النهار كي شريتها جديده قالت لها مبروك قلت كل يوم تقول لها مبروك مبروك يا عمي مبروك بعد ما طاب الدجاج راني هزيته وحطيته هنا باسكو اللحم مازال ما طابش مليح والدجاج طاب خير ملي تحل هكاك المرقه تاعي هايليك زدت لها شويه مرقه ودرت الخضره هذه الجديده اللي قلت لكم الكورجات والبوتيرون ستادير الكابويا والجريوات ما يطيبوا فيسا انا درتهم دركا حيت الدجاج حطيت هذه هنا دروك نغلق عليها نخليها تزيد طيب ويكمل اللحم الطياب وهذا هو الكسكاس نتاعي كان هنايا الطعام درت له الماء هكا سومته وانا نقول بالماء ومن بعد حطيت خليته يفطر شويه وحطيته هنايا هاوليك حليته فوالا يعني ما درت له لا زيت لا والو درك ندير له شويه ملح نزيد له قطره ماء مش ياسر هاي الملح بسم الله قطره برك مش ياسر هو بعد ديروش ياسر خطر هو رقيق ويها غي قطره معها قطره تقطر في الماء الاخضر ها ندخل هذيك الملح في وسط الطعام نعاود نرجعو الكسكاس فوالا خليه يفور الفوره ندير له غير زوج طفويرات هذا خاطرش خليته يفور ياسر المره الاولى فار حتى انا فار قالت له يا اما فار يعني تقصد الفار الطعام يا اما فار قالت له ضربيه بالمهراس راحت مسكينه هزت المهراس وعطتها البرماطين بكري بكري ساكني شفوا ما عندهم حدش دائما تقولوا حقها بكري وبنعمه ربي كفى حدث علاه بكري كل ما نوصلوا انسختناج نقولوا بكري هلنا كانوا كذلك كانوا صغار ويقولوا بكري ومن بعد حنايا ولينا نقولوا بكري ولاتنا دركا يقراو عندي يقولوا لي بكري حاولنا هذا وقتاش دركا محسوب
ما عشناش كل دركه، هذه دركه وينه؟ ها بنعمه ربك فحدث، ها هنايا دركه خير من بكري. انا عارفين الناس زادت وكامل والخدمه، ها الناس كل تخدم بكري حاله العداء. وقت الاستعمار يشفوا مساكين، قال لك بكري صحاح، ما مصحاح لا والو، مسكن قلبي نوضه برك. كان نلبسو مليح لاباس علينا، وبنعمه ربك فحدث. واللي ضد هاد الحوايج ماناش نخصمو ربي، قال لك اللي ما عطاهش ربي مش يعطي سيدي الغيلاني. هذه هي ديما قولوا انا في نعمه، الحمد لله الحمد لله، واش خاصها الحمد لله؟ هما واش الاستغفار؟ حنا طول النهار حنايا نديروا في نعمه رب العالمين، النعمه من عند ربي عطيها لنا. ها كاين اللي خدم كاين اللي ما خدمش، ودوك تجي وقولوا وتفائلوا خيرا تجدوه وهكذا. انا كل انا ما نقولش هذه بكري، حنا بكري في مستوى حاله العداء، والله التراب يطيح علينا كي نوضوا الصباح نرفضوا فراشاتنا، ما عندناش حتى وين ندوشوا. وين جايه هذه تاع بكري؟ ما كان لا بكري لا وين، انا ما عنديش هكذا. بصح عبد اخر دبر راسه خلي يقول انا درك الحمد لله وجزاه الحمد، كل ما تحمد يزيدك. نعم منين حليل دماغي بكري، بكري كانوا صحاح، بكري كان ما كانوا صحاح لا والو. اللي تجي غما وما مش عارفين لا طونسون، اللي تجي غما يموت. انا عارفين قليل الموت، بس كل الناس ما كانش ياسر، درك كان ياسر. هذه هي درك نتوما بعد 4 سنين لا 5 تقولوا لي ثاني كنا بكري، ها وين درك نتاع درك وين؟ هيشتوني يلا بسلام. داك هو نتقابلوا في الصحن التقديم. ها هو الطعام تاع الحسن الكتاف، يسطو مغفى زبدة، هذا كدابت نضيف مغفى الأخرى حبيبة، هذا تسكر بعد شوفي ديك الزبدة خلاو سخونة فقط. ايوا يلا دوك نحلو ونتلاقو في الصحراء التقديم كيما قلت انا، ونسقي قدامكم فوالا. هاوليك صحن التقديم تاعنا، اخ عليك سناريه وكامل، طبسي صغير درتو برك ماشي ياسر. طعام على كيف كيف وطاب، كلش طايب مليح. شوفو كيفاش الكابوي حاكمه روحها مصحيه طايبه، ديري لها هكا من صغيها تجي. على شوفو ها كيف هكا شويه لادي منو، ها شوفو الطعم كيفاش بيض. هيا بسم الله يلا عندكم حال. شهيتكم في الجنة وخلاص، جربوا هاد الطريقة. الله تقولي شمي شم تقولي تاع عراس. يلا صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.